جالسة أدور واحد من معارف بابا، ما في. شوفي لنا، أنا اللي بحصل لكم واحد. راشد، أبيك تساعدني. أكيد، مو أنتي لسه زوجتي. شكراً، بس الموضوع ما يخصنا. ليه، وش فيه؟ أبي باسورد الفيسبوك حقك. إيش؟ إيه صديقتي، لازم تتزوج وبسرعة. أوكي، بس وش دخل الفيسبوك حقي؟ افهم راشد، البنت بيزوجونها واحد أكبر منها بعشر سنين، هذا إذا ما لقينا لها واحد وبسرعة. ومن قالك إنه الفيسبوك حقي خطابة؟ جنيت الجوهرة؟ راشد، مو قاعدة أمزح. الحين ما في ولا واحد من الفيسبوك حقك بيرضى يتزوجها؟ بعدين افهم، الموضوع كله زواج على ورق، يعني هي بتعيش حياتها وهو بعد عادي يعيش حياته. طيب أنا أتزوجها، الشرح إلا الأربعة. ترى ما يضحك. ماني معطيك الباسورد. ليه، عندك شيء تخبيه؟ إذا أنت أعطيتيني الباسورد حقك، وقتها بعطيك الباسورد حقي. خيراً؟ إيه، بس مو مرتاح. ما أدري ليه راشد طلع كذا نذل، ما كان مبين عليه. شكراً بدر. ليان قالت لي إنك ما عاد صرت طايق فيصل. الله يعينه. شوفي هذا، دارس بالمانيا بس طول حياته عايش بامريكا، مسمي نفسه جايكوب، يعقوب. مطلق عشان زوجته الاولانية اشتكت انه كثير بارد وما يغار عليها. ممتاز، بس نشوف غيره. انا مو مصدقة انه زوجك عطاك الباسورد. طب شوفي هذا، اسمه طلال وعمره 25، عايش الحين في باريس، ويحب يسمع لتامر حسني. لا 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 لا، ما اتحمل واحد يسمع لتامر حسني. شوفي شوفي، هذا اسمه مازن وحاط صور كي بوب مره جوك. طيب هذا، اصبروا راشد يتصل بحط سبيكر. الو، اسمع راشد، جايكوب هذا يفكر يتزوج الحين؟ بس جايكوب يوعد تينا. يوعد؟ بدايتها. عادي عادي، ما عندي مشكله، بس تينا غيورة على حسب كلامه. ايش قائمة الأصدقاء هذه اللي عندك؟ طب ما عندك أحد ثاني؟ وليه مو نايف؟ بس أنت مو ضايف نايف. أنت ضايفته.